أسعد الله مساكم بكل خير ويوم جميل علينا وعليكم، وغدا إن شاء الله إنا من المنتصرين. إن شاء الله المنتخب السعودي يتقدم إلى المراحل الجاية بإذن الله تعالى ويتأهل. الليلة بإذن الله تعالى الساعة 8 مساء راح أنزل تذاكر مباراة السعودية والمكسيك غدا. أتوقع إذا نزلت التذاكر دقيقتين ثلاث بس وتنفذ. تلحق ما تلحق هذا مو بيدي، أعتذر منكم جميعا. دقيقة يا مدير، وان منت ترى 600 تذكرة والحضور ما شاء الله، الناس اللي تبي تساند المنتخب السعودي بالآلاف، فاعذرونا. البعض يجي بدون تذكرة زي المباراة اللي راحت ويجي ويغالط ويقول انتو سيئين وانتو ما عندكم احترام وانت طيب انت جاي بدون تذكرة، فرجعوا اللي ما عنده تذكرة لا يحرجنا، وفالنا الفوز بإذن الله تعالى وعلى رأسي جميعا.